هي الملكية الفكرية كما تفضل وتم الإشارة لي، هي فيها زوز فروع. فيها فرع يعنى بالملكية الأدبية والفنية اللي هي تقوم به وتضمن الحقوق متاعه المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والفرع الثاني هو المتعلق بالملكية الصناعية بما يتعلق بالرسوم والنماذج والعلامات التجارية وغيرها. هذا تأمنه المعهد الوطني للمواصفات، يعني الفرعين موجودين في تونس والملكية الفكرية ممثلة في مؤسستين عموميتين في الغرض هذا. بالنسبة للمؤسسة وفي مجال الملكية الأدبية والفنية، فهو بالطبع يشمل كل ما هو نتاج لهذا العقل الإنساني من قصائد وأدب وشعر ومسرحيات، برامج معلوماتية، فنون تشكيلية، وكل ما يمكن أن يكون يعني مبتكرا من نتاجا للعقل، بقطع النظر على أنه التزام قانوني وموضوع معاهدات دولية والتزامات دولية لتونس، هي موضوع أخلاقي بما أنه الإنسان معناتها باش يستعمل حاجة مش متاعه تعب عليها الفنان المبدع بصفة عامة، المؤلف، الملحن، الكاتب، الرسام، واضع البرامج المعلوماتية، تعب باش حط وباش وضع عنا مصنف يعني عمل باش أنه نحطوه نسمعوه نتفرجوا فيه، باش أنه معناتها قدمنا وثائقي، شريط وثائقي للتعليم وما إلى ذلك. يعني هالإنتاج هذا والمجهود اللي قدمه السيد هذا يلزم في كل استغلال ليه، في كل استغلال ليه لابد باش أنه يكون على الأقل فما جملة من الحقوق يتم دفعها لك المبدع هذاك، باش ديما باش نخليه يزيد يبدع. من 94 صار التنقيح متاعه سنة 2009، 23 جوان 2009 القانون عدد 33 لسنة 2009، واللي هو يعني كان يعني إلى حد الآن معناتها هو مشروع يحترم كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها بلادنا، هذا بالإضافة إلى أنه تكريسه معناتها وتوسيع مجال تدخل المؤسسة إلى مجال الحقوق المجاورة اللي هي حقوق الفنانين وهيئات البث الإذاعي والتلفزي ومنتجي التسجيلات السمعية البصرية. هذا هو في نوفمبر أواخر سنة 2011 قمنا معناتها أصبح عنا يعني أعوان محلفة كما ضبط عليه، يعني ينجموا ينزلوا الأسواق ويشوفوا ويرفعوا المخالفات، وقمنا بذلك مع تعنا العديد من المحاضر. شو نوعية المخالفات؟ أعطينا فكرة. نوعية المخالفات مثلا هو مثلا ينجم تنظيم عرض فني دون يعني الحصول على ترخيص، مثلا بيع للسيديات أو الاستوانات في محلات بيع في محلات يعني تجارية. هو والله مسألة العقاب صحيح، إذا الإنسان ارتكب يعني احنا خطأ أو مخالفة بالطبع باش أنه يكون مقاله الحكم والعقوبات والسجن وما إلى ذلك، لكن يلزمنا قبل هذا الكل تكون فما أرضية، يعني أرضية التحسيس التوعية. هذاك علاش احنا مع ليكا من الفصل 19 إلى 20 18-19-20 دونك حطينا على الأقل بالتنسيق معهم على ضرورة إدماج نسبة 40% على الأقل من الإنتاج، لابد أن يكون إنتاجا تونسيا لضمان المستحقات حتى في مجال حق المؤلف باش أنها ترجع للمبدع التونسي. فما معناتها عدد قاعدي من المستغلين كما المطاعم أو النزل أو معناتها ليزوبيراتور متاع التليفونيك قاعدين، فما شكون يخلص موجود مش الكل، لكن مش الكل، لكن هذا الكل معناتها من برامج عمل المؤسسة هو أنه إبرام اتفاقيات مع المستغلين هذوما ومعناتها انخراطهم في مجال التصرف الجماعي وحماية الحقوق بصفة عامة.